نبدا. السلام عليكم خوتنا انصار وفاق سطيفوا فقط. جينا نحكيو على العقوبه اللي صدرتها لجنه المنازعات اليوم اللي هي 6 مقابلات. يا ترى حنا اليوم رانا طيحنا روح وقيله في البرج والله طيحنا رواح والله درنا بومبا تما سي بور سا طلع السماتشات او هذه راهي حق رب عينيها نوكلوا عليكم ربي يا نجمه المنازعات رانا وفاق سطيف درنا لكم عقده في قلوبكم مشي توش كي يولي لك كنا في الله اللي نلعبوا نلعبوا على الطيحه كنت 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 تسناو لونطوط العام ديال في ديزير دي فيزيون ودوك كي ولينا ما عجبكش الروتو تاع لونطوط مش لي سوتشي التالي راك السبه تاعنا حاب تحطموا لونطوط الروسيه كاع اللي تحطموا لونطوط بكل الطرق يعني جاتكم لوكازيون تاع البرج هذا اللي قال ضربني وكاس بقني وش كان البرج تاع عيشنا الجحيم ثم بداو يطارشوا بداو يضربوا بداو 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 وفي لافان كونت مونطوط يتسلك 6 ماتشات في قانون العقوبات وما كانش هذه العقوبة تاع 6 ماتشات انا نعرف في قانون العقوبات كان عقوبة على الاقل اقصى تقدير انا شفنا في ملاعب اخرى شفنا في تيزي ويزو الدم للركبة وعطاهم 4 ماتشات اليوم جي مونطوط عطاه 6 ماتشات اي لا ورانا حتى تعطيه 6 ماتشات اون بيس تحقق من هذاك حبيت تديو كلش حبيت تقسموها بيناتكم باكو في البارادو والشامبيون سي ال بي ايديكم انصار وفاق سطيف من المنبر هذا نقول لكم راه حنا راه وفاق سطيف بربي ان شاء الله غنقاطعوا البطوله هذه بطوله تشيل المنحرفين راه نقاطعوها سيبو حنا منا وجاي ما نلعبوش البطوله هذه شوف حلفيه حلفيه واعرب وزغلاش انتم راكم على راس اداره وفاق سطيف نطلبوا منكم المقاطعه ولا ما حبيتوش حنا نعرفوا كيف نقاطعوا نقاطعوكم الذراع ما كانش خلاص سيبو حنا منا وجاي وفاق سطيف ما بقاش يشارك في البطولات المنحرفين اوليكم البطوله اوليكم لاكوب خلاص سيبو حنا البار راه نحبسوا في سطيف انا اوليكم البار كوبي كوبي